بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة مولود معلم الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، متحف وأرشيف تربية الأربيل بمساهمة كبيرة من قبل بيت الثقافي في أربيل، قمنا اليوم بفعالية إحياء هذا اليوم العظيم، يوم ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعاً باب المتحف قمنا بتوزيع الحلويات، وقمنا بترحيب الناس بهذا اليوم، بحيث أن المتحف يعتبر يوم ولادة سيدنا النبي، ولادة أول معلم للإنسانية، واحتفلنا وياهم. نشكر جهود بيت الثقافي في أربيل وكل من ساهم في هذه الفعالية الجميلة، وشكراً.